راديو متابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الترند. حلقه اليوم كالعاده مليئه بالعديد والعديد من الاخبار المتنوعه، سواء على الساحه الرياضيه المحليه او العالميه، وبالتحديد كل ما يتعلق ويخص نادينا الحبيب النادي الاهلي، واخبار كتير جدا وتفاصيل مهمه هنتكلم فيها مع حضراتكم على مدار فقرات حلقة النهاردة من الترند، وهي أولى حلقات هذا الأسبوع. لكن دايما بيكون مهم بالنسبة لنا تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة. السؤال هو: إيه توقعات حضراتكم لتشكيل النادي الأهلي في مواجهة الغد الهامة جدا أمام فريق البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز؟ هناخد تفاعل حضراتكم من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، في الجزء الأخير من حلقة الترند كما هو المعتاد. لكن البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي: الأهلي يدخل معسكرا مغلقا بالأسكندرية استعدادا للبنك الأهلي. أما في الترند المحلي: الليلة منتخب اليد يواجه مقدونيا في كأس العالم. وأخيرا في الترند العالمي: صلاح يتحدث عن فارق السرعات بينه وبين ساديو ماني. طيب، أخبار كتير جدا مهمة، وده باين من خلال طبعا عناوين الحلقة النهاردة. لكن النهاردة في عدد من المباريات المهمة، سواء في كرة القدم ومختلف الدوريات حول العالم، وأيضا في بطولة كأس العالم لكرة اليد. وده حدث مهم جدا جدا بالنسبة لنا، كون أن أنت بتنظم هذه البطولة في ظل هذه الظروف. فبالتالي مصر دايما في الموعد، مصر دايما دايما بتضرب المثل بكل ما هو جيد وجميل وممتع من خلال هذا التنظيم الرائع حتى الآن، ومن خلال كل الإجراءات الاحترازية المتبعة لإنجاح هذا المحفل العالمي وهذه البطولة الكبيرة جدا، بطولة كأس العالم للكبار لكرة اليد. بالتالي أنا عايز أقول لحضراتكم أبرز مباريات اليوم في هذه البطولة. النهاردة أو في هذه اللحظات بتتلعب مباراة بيلاروسيا مع كوريا الجنوبية. لحد ما أدخل على طول قبل الهواء كان 13-8 لبيلاروسيا، مباراة قوية. النهاردة كمان منتخبنا الوطني هيلعب مباراته الثانية مع مقدونيا الساعة 7 بالليل، نتمنى له كل التوفيق بعد ما فاز في المباراة الأولى على تشيلي بنتيجة 35-29. كان الأداء مش هو قوي، يعني مش هو ده منتخب مصر اللي احنا مستنيينه، لكن دايما البدايات بتبقى صعبة، لكن واثقين فيهم جدا رجالتنا إن شاء الله إن هم يقدروا يعملوا نتائج جيدة ويوصلوا لأبعد مدى في هذه البطولة، وهي خصوصا هي على أرضنا. نفتقد الجمهور شوية، لكن نقدر بإذن الله شيء في هذا المحفل العالمي. النهاردة كمان من ضمن المباريات في نفس التوقيت: النمسا مع فرنسا الساعة 7، المغرب مع البرتغال الساعة 7، والاتحاد الروسي مع سلوفينيا الساعة 7. الساعة 9:30 بالليل في ثلاث مباريات: سويسرا مع النرويج، الجزائر مع أيسلندا، وتشيلي مع السويد، ضمن فعاليات مجموعة منتخب مصر وهي المجموعة السابعة. ده فيما يتعلق بكأس العالم لكرة اليد. لكن فيما يخص كرة القدم وتحديدا الدوري الإنجليزي، النهاردة في عدد من المباريات في الجولة رقم 19 من هذه البطولة القوية جدا بكل تأكيد. أول مباراة لعبت الساعة 2:30 ما بين ولفرهامبتون وويست بروميتش ألبيون، ومباراة كانت مثيرة جدا في الحقيقة. ويست بروميتش تقدم خارج أرضه بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 8، وبعد كده ولفرهامبتون قبل نهاية الشوط الأول رجع بهدفين، بقى متقدم 2-1. وبعدين في الشوط الثاني في 4 دقائق قدر ويست بروميتش ألبيون هو يجيب هدفين، فبالتالي انتهت المباراة بنتيجة 3-2. في مباراة كمان أو مباراتين ابتدوا في هذه اللحظات: ليدز يونايتد مع برايتون، وويست هام يونايتد مع بيرنلي. الساعة 7:30 النهاردة في كمان في الدوري الإنجليزي فولام مع تشيلسي، والساعة 10 بالليل ليستر سيتي مع ساوثهامبتون. وبكرة طبعا في مباراة مهمة جدا وهي قمة هذه الجولة وقمة الدوري الإنجليزي ما بين ليفربول ومانشستر يونايتد. طيب، النهارده كمان في الدوري الايطالي في بعض المباريات الهامه: بولونيا بيلعب دلوقتي مع هيلاس فيرونا متقدم 1-0، الساعه 7 تورينو مع سبيزيا، والساعه 10 الا ربع سامبادوريا مع اودينيزي. دي اهم وابرز مباريات اليوم في مختلف الدوريات، سواء فيما يتعلق ببطوله كاس العالم لكره اليد في مصر، او كمان فيما يخص الدوريات اللي بتتعلق بكره القدم وهي بالنسبة لكل الجماهير في العالم. طيب، خلينا نروح لفاصل سريع. بعد الفاصل هنرجع نتكلم في بعض التفاصيل المهمة وآخر أخبار النادي الأهلي. استنونا. أنا عاشق للبطولة.
طيب، الاهلي بيستعد لمباراه مهمه جدا في بطوله الدوري غدا باذن الله تعالى امام فريق البنك الاهلي اللي ماشي بشكل جيد في بطوله الدوري حتى الان، نتائج جيده، كابتن محمد يوسف المدير الفني لهذا الفريق وبيؤدي بشكل مميز بما انه فريق لسه صاعد للدوري الممتاز لاول مره في تاريخه، وبالتالي كانوا ماشيين بشكل جيد حتى الان، فبالتالي المباراه هتبقى صعبه جدا بالنسبه للفرقتين، واكيد النادي الاهلي واخد المباراه بكل جديه وتركيز، وهدفه من ضمن اهدافه الاساسيه دايما ان هو يفوز في هذه المباراه والفوز بثلاث نقاط عشان يحافظ على صداره هذه البطوله المفضله بالنسبه للنادي الاهلي وجماهيره. فالاستعدادات اكيد متواصله من خلال مران اخير كان النهارده على استاد مختار التتش، وبعديه الفريق هيسافر مباشره لاسكندريه لان المباراه هتتلعب على استاد الماكس هناك، وان شاء الله باذن الله تعالى نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. بالتالي انا عايز اتكلم مع حضراتكم في اهم وابرز الاخبار اللي تتعلق بالفريق الاول لكره القدم، وتحديدا عايز ابتدي بجونيور اجاييه واللي خلاص بشكل نهائي هيشارك في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي جدا مع الفريق بدايه من يوم الاثنين الجاي بعد المباراه مباشره، يعني احنا هنلعب بكره يوم الاحد، يوم الاثنين يشارك اجاييه في التدريبات بشكل طبيعي بعد ما هيخلص برنامجه التاهيلي النهارده وبكره، وبعد كده يشارك على طول في التدريبات، وده طبعا بعد ما كان اتصاب باصابه في الوتر الوحشي، وبكده يكون اجاييه ان شاء الله باذن الله تعالى موجود مع الفريق في كاس العالم للانديه، وكله هيترتب على الرؤيه الفنيه ومدى جاهزيه اللاعبين بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني، لان احنا عارفين القائمه هتبقى 23 لاعب، فكل هذه الامور متروكه طبعا للمدير الفني وجهازه المعاون. لكن برضو من ضمن الاخبار الجيده سلبيه مسحه لاعبي الاهلي، وده بعد ما كانوا اجروا مسحه طبيه بالامس، بالمناسبه الرابيد تيست يعني انتهى خلاص، مش هيبقى في تحاليل رابيد تيست تاني بالنسبه للاعيبه الدوري الممتاز، وده بعد ما قرار من طبعا الاتحاد المصري لكره القدم، فبالتالي كل اللاعبين جاهزين للمشاركه لي في المباراة غدا بإذن الله تعالى. النهاردة كان في محاضرة برضو للفيديو لموسيماني للاعبين، واتكلم على بعض نقاط القوة والضعف في فريق بنك الأهلي، واطمن كمان على ناصر ماهر اللي كان متواجد النهاردة في التتش. طيب خلينا نطمن بشكل أكبر على كل ما يتعلق بالفريق النهاردة قبل مباراة الغد، ونروح سريعا لزميلنا العزيز المميز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي واللي معانا من استاد مختار التتش. يا شريف مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن انا خارج استاد التتش لاني طبعا النهارده التمرين مغلق، انت عارف عودنا يعني مستر بيتسو موسيماني قبل المران الاخير جوه النادي الاهلي بالجزيره، وخلفي طبعا مدرج التاريخي مدرج التتش، طبعا الباص الاهلي اللي هيستقله طبعا بعد قليل للمغادره الى مدينه الاسكندريه او محافظه الاسكندريه باذن الله لملاقات فريق البنك الاهلي اللي هيكون بكره باذن الله على استاد الماكس. يا رب باذن الله بكره يكون يوم جميل للنادي الاهلي ونفوز بثلاث نقاط جداد. طيب شريف، عايز اعرف منك اهم وابرز ملامح المران النهارده قبل مباراه الغد. طبعا عشان المران مغلق كان لنا حوالي ربع ساعه بس في بدايه المران لكل الاعلام الخاص بالنادي الاهلي اذا كان القناه او المركز الاعلامي، وغادرنا على طول المران. يمكن استمرت شويه النهارده المران او قبل بدايه المران كان في محاضره فنيه استمرت حوالي 40 دقيقه مع اللاعبين، محاضره فيديو اتفرج فيها المستر بيتسو موسيماني كل اللاعبين على نقاط القوه والضعف الفريق البنك الاهلي، وحذر من خطوره فريق البنك الاهلي خصوصا معاهم كمان مدير فني كبير هو الكابتن محمد يوسف من ابناء النادي الاهلي. يمكن اللاعبين يمكن مستر بيتسو حذر فعلا من خطوره البنك ووراهم اكثر من فيديو للفريق ان الفريق فعلا بيمتاز بالخطوره وبالهجمات المرتده السريعه لفريق البنك الاهلي. وبعد المحاضره يمكن المران بدا في الرابعه عصرا، بدا بمر بدني خفيف وبدا يعمل تكتيك على الجول، وقبل التكتيك عمل تخصص على الجول عشان اهدار الفرص، مسلسل اهدار فرص كتير جدا لكل مهاجمي النادي الاهلي. النهارده اخذ وسط الملعب والمهاجمين وعمل تخصص على الجول عشان خاطر يقدروا يفنشوا من نص هجمه، لان طالب بكره اللاعبين اي فرصه تيجي تحاول تخلصها او تحاول تحرزها هدف. وبعد كده النهارده او دلوقتي شغال دلوقتي على التكتيك الخاص التشكيل هيلعب بيه مباراه الغد. بعد الانتهاء المران طبعا على طول هيتجهوا الى مدينه اسكندريه، كان لي لقاء مع الدكتور احمد ابو عبله عن اصابات الفريق زي ما حضرتك قلت طبعا زميلي امير، فعلا اجاييه هيكون موجود في المران اللي هيكون بعد مباراه البنك بكره حسب بقى الرؤيه الفنيه للجهاز الفني، لو بعد بكره في مران
هيشارك أجايي، لو ادى اجازه بعد بكره هيكون باذن الله في تمرين يوم الثلاثاء. هننتظر راي طبعا موسيماني، هنشوف في تمرين يوم الاثنين ولا لا، بس عموما أجايي اصبح جاهز للمشاركه مع باقي زملائه طبعا استعدادا لكاس العالم. سالته ايضا على الملف الطبي الخاص بكل لاعب اللي ارساله لي للاتحاد الدولي، قال لي الملف خلاص جاهز وخلال ساعات هيكون يتم ارساله الى الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي بيلزم كل اللاعبين طبعا او كل الانديه المشاركه في كاس العالم بارسال ملف طبي لكل اللاعبين. على الجانب الاخر البي سي ار، يمكن اتحاد الكره طبعا زي ما قلت برضو زميلي امير، اتحاد الكره منع الرابيد تيست واقر خلاص البي سي ار لكل فرق الدوري الممتاز والممتاز بين النادي الاهلي. الحمد لله الحمد لله مع اجراءات المشدده اللي بيطبقها مدير الكره والجهاز الاداري طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ، منع يعني حاولت المحافظه على اللاعبين، ما حدش صور كتير مع اللاعبين، لو في تصوير يبقى لا في كمامه، يعني يمكن الاجراءات والتنبيهات على طول باستمرار مع لاعبي النادي الاهلي. الحمد لله المسحه طلعت سلبيه، فالكل جاهز في قائمه بكره. يبقى بقى مع مستر موسيماني، عنده في بقى ارض التتش جاهزيه كتيره جدا، الكل موجود في المران، مروان موجود، كل موجود في السوليه، كل موجود محمد هاني، الكل موجود في المران، يمكن العائدين يعني من الاصابات الكل موجود في المران. ويبقى بقى الحيره، هيختار 22 23 لاعب عشان يسافروا الى اسكندريه، فيا ربنا يكرم باذن الله بكره يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي باذن الله. يا شريف انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي واللي كان معانا من مقر النادي بالجزيره، وطمنا بشكل كبير جدا على الفرقه قبل مباراه الغد. وانا اللي عاجبني في مستر بيتسو موسيماني دايما ان هو بغض النظر عن مدى اهميه المباراه او اسم الفريق اللي انت هتلعبه، دايما المران الاخير اللي بيسبق اي مباراه بيبقى مران مغلق تماما، يعني بيبقى متحدد لاعلام النادي الاهلي تحديدا، يعني اللي بيغطي تدريبات الفريق دايما 10 دقائق 15 دقيقه بالكثير في المران الاخير تحديدا، وبيقفل المران تماما. ده معناه ان هو بيركز على بعض الجوانب التكتيكيه، وده ان دل يدل كمان على ان هو بيحترم كل الفرق اللي بيقابلها النادي الاهلي في مختلف البطولات، ودي سمه جيده جدا عند المدير الفني مستر بيتسو موسيماني. حته كمان اهدار الفرص واللي ركز عليها شريف شعبان، واضح جدا ان كوتش موسيماني مركز جدا في الجزئيه دي، لان فعلا النادي الاهلي في يعني بعض الفرص ما بيبقاش موفق فيها لاعب الفريق في انهائها، فانت تحاول تعالج، وده دور المدير الفني والجهاز المعاون. في كل الاحوال ان شاء الله اتمنى لهم كل التوفيق في مباراه الغد امام البنك الاهلي. هروح لفاصل سريع، بعديه نرجع نكمل كلامنا وبعض الاخبار المهمه جدا. يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا من ضمن اهم الامور اللي بتحصل دلوقتي في مصر هو تنظيم بلدنا لبطوله كاس العالم لكره اليد للكبار، وحاجه في الحقيقه تدعو للفخر هذا التنظيم الرائع، الاجراءات الاحترازيه اللي بتتبع، كل هذه الامور بتتعلق بالبطوله، استضافه المنتخبات كلها ما شاء الله عدد كبير جدا من المنتخبات موجود. عاجبني كمان جدا جدا لو احنا متابعين شويه اللاعبي المنتخبات المختلفة على حساباتهم على السوشيال ميديا دايما بينزلوا صور للأماكن هنا في مصر اللي متاحة بالنسبة لهم، سواء من مقر إقامة مثلا فندق أكثر من رائع، شفنا مثلا منتخب البرازيل، سواء فندق عند الأهرامات، لاعبي منتخب ألمانيا منزلين صورة، حاجات كلها هي خير دعاية لمصر في الحقيقة وجمال مصر. احنا عندنا أماكن كمان رائعة لكن طبقا للإجراءات الاحترازية طبعا والظروف اللي احنا فيها والعالم كله فيها، فبالتالي حظهم سيء جدا جدا لاعبي المنتخبات المختلفة ان هم مش عارفوا يشوفوا بعض الأماكن المبهرة في جمهورية مصر العربية بشكل عام. لكن في كل الأحوال تنظيم أكثر من رائع، واحنا متعودين على كده دايما من جمهورية مصر العربية مختلف المؤسسات داخل الدولة. شفنا قبل كده بطولة الأمم الأفريقية للكبار للشباب كرة اليد، شفنا المرة دي الأمور ماشية ازاي وحاجات أكثر من رائعة في الحقيقة، فدي حاجة احنا فخورين بيها جدا جدا وأمر مهم جدا بالنسبة لنا كمصريين ومتعودين عليه دايما في أي حاجة كبيرة. مصر دايما موجودة وتقدر تساعد أي حد وتقدر إن هي تنظم أي حدث أيا كان حجمه بمنتهى القوة ومنتهى الجمال والروعة في الحقيقة. فكل التحية لكل القائمين على تنظيم هذه البطولة. لكن بخلاف الجانب التنظيمي احنا عندنا الجانب بقى الفني، هي بطولة لحد دلوقتي بطولة رائعة، لكن احنا اللي يهمنا في الجانب الفني منتخبنا الوطني منتخب مصر بعد فوزه على تشيلي في المباراة الأولى. البعض اتكلم شوية على ان احنا كان ممكن نبقى افضل من كده، النتيجة مش بفرق كبير جدا، احنا منتخب قوي، احنا طبعا املنا نتائج جيدة جدا تحديدا في منتخب الناشئين ومنتخب الشباب، فالامل كله دلوقتي على
المنتخب الكبير وهو مدعم ببعض العناصر سواء في المنتخبين الناشئين والشباب بعد ما عملوا انجازات في بطولات العالم المختلفه. فعندنا امال كبيره جدا ان احنا نشوف المنتخب بشكل افضل من كده، وان شاء الله باذن الله طموحنا ده هيكون في محله، لان احنا عندنا ثقه كبيره جدا في هذا المنتخب وعناصر الفريق والجهاز الفني بقياده الاسباني باروندو. فان شاء الله باذن الله يقدروا يعملوا لنا حاجه مميزه جدا جدا في هذه البطوله. وعندنا كمان عناصر جيده للغايه، لاعبين مميزين، ده احنا كمان عندنا احمد الاحمر لسه ما لعبش المباراه الاولى، لاعب مميز جدا ومهم من افضل لاعبي العالم، فان شاء الله نتمنى لهم التوفيق في كل الاحوال. بالتالي احنا عايزين نطمن على منتخبنا قبل مباراه اليوم والمباراه الثانيه ليه امام فريق او منتخب مقدونيا الشماليه. فخلينا نروح سريعا للاستاذ خالد عامر صديق العزيز وعضو اللجنه الاعلاميه لبطوله كاس العالم لكره اليد، وهو متواجد في داخل احدى الفقاعات طبقا للاجراءات الاحترازيه، ونطمن من خلاله على منتخبنا بشكل اكبر. يا خالد مساء الخير عليك. يا أمير، مقدمة جميلة من صديقي عزيز جدا، صديق عزيز جدا، فأشكرك عليها. حبيبي أخبارك إيه؟ أخبارك أنت كله تمام؟ أنا كله حلو الحمد لله. طبعا أنت قاعد في كبسولة أو في قاعة، فالإجراءات الاحترازية مشددة للغاية. قول لي أنت الأول بتتعامل إزاي مع الجزئية دي، وقول لي مدى جدية وأهمية هذه الإجراءات الاحترازية من خلال متابعتك وتواجدك في مكان الحدث. انا قاعد في الفقاعه الخاصه باستاد العاصمه الاداريه. بنتعامل كلنا، يعني احنا كميديا، كمتطوعين، كاعضاء لجنه منظمه، كلاعبين، كل من داخل الفقاعه بيتعامل نفس المعامله. اجراءات احترازيه مشدده جدا، تعقيم على مدار الساعه، تباعد اجتماعي، اجراءات احترازيه للماسكات، تطهير الايد، بي سي ار كل 72 ساعة، النتيجة بتطلع ثاني يوم بتتعزل لحد ما تطلع النتيجة عشان ما تختلطش بحد. إجراءات احترازية مشددة جدا، الناس بتتجاوب معاها بصدر رحب جدا، الأمر اللي خلى ميكيل يانسن لاعب الدنمارك وأفضل لاعب في العالم يشيد بقدرة مصر على تقديم بطولة بهذا الحجم في ظل ظروف صعبة زي اللي العالم كله بيعاني منها، من غير ما يحس إن هو متكبر. البطولة مفتقدة جدا للجمهور، تمام، الجمهور يحضر فيها، لكن الله واقف يعني. بس بخلاف عدم وجود الجمهور، الناس متجاوبة بشكل طبيعي جدا. اشكرك على الكلمة اللي انت قلتها، ان في طبيعة مصر هي فعلا اتعودنا منه على مصر. اللعيبة مبسوطة جدا، الاستقبال جيدة جدا، اللعيبة بتعمل فوتو شوت كل يوم تقريبا في الفنادق. يعني خالد استاذنك تعالى يمين او شمال شويه عشان الصوت يبقى اوضح من كده، معلش. كده كويس احنا يعني كده كويس. حلو. بقول لك اللعيبه مبسوطه جدا، بتعمل تقريبا فوتو شوتنج كل يوم، منتخب مختلف بيعمل فوتو شوتنج بمعرفه اللجنه الاعلاميه المنظمه للبطوله. لو شفت الصور، شفت تويتر، شفت فيسبوك، شفت اي سوشيال ميديا، هتلاقي حاله انبهار كبيره جدا وتداول للصور دي على مختلف الصفحات. فهو بشكل عام يعني التنظيم والاجراءات الاحترازيه لحد دلوقتي شغاله بشكل مبهر جدا، ولحد دلوقتي يعني الناس كلها اللي موجوده مبسوطه جدا من اللي حاصل. ده امر مهم جدا، لكن فيما يتعلق بالبطوله من الجانب الفني تحديدا، وانا عايز اتكلم على منتخبنا الوطني يا خالد، وكيف هي الانطباعات على اداء منتخبنا الوطني بعد اول مباراه، وكمان عايز اطمن من خلالك على استعدادات المنتخب لمباراه اليوم امام مقدونيا اللي هتكون في تمام الساعه 7 مساء. تمام، هو خلينا نقول انه كانت البدايه جيده من حيث النتيجه، الفوز والفوز بفارق ستة اهداف على منتخب تشيلي. منتخب تشيلي ظهر بعكس ما كان متوقع، كان منتخب يعني متوقع ان هو يظهر بشكل ضعيف شويه، بس منتخب تشيلي ظهر بشكل اقوى شويه مما كان متوقع. كان في شويه انتقادات من البعض عن الدور الهجومي اللي منتخب مصر بيعمله، او الطريقه الهجوميه بتاعت منتخب مصر، ولكن عارف حمه البدايات دايما. طبعا منتخب تشيلي دايما جاي، يعني مش دايما، اقصد في البطوله دي جاي مسلح بحماس وعزيمه و و و و، فحمه البدايات بالنسبه له كانت مهمه. قدر منتخب مصر ان هو يسيطر عليها، قدر باروندو واللاعبين ان هم يسيطروا عليها، مجموعه من اللاعبين عندنا خبرات وعندنا عناصر شابه، عندنا عناصر متواجده بثالث عالم وببطل عالم، سواء على منتخب الناشئين او منتخب الشباب. فاروندو عامل تشكيله حلوه من بين الثلاث منتخبات، شباب وناشئين واول،
قدر ان هو يوصل لهم الروح، قدر ان هو يوصل لهم الفلسفه بتاعته، قدر ان هم يسيطروا على تشيلي في الماتش الاول او المباراه الاولى، قدر يكسب بفرق 6 اهداف. احمد الاحمر ما كانش موجود النهارده، احمد الاحمر موجود في القائمه. اه دي جزئيه مهمه جدا، يعني ممكن يكون النهارده متاح ان هو يشارك في المباراه عادي، هو كان مصاب صح؟ كان مصاب اصابه احمد الاحمر الحمد لله بنسبه 90% شفي منها كويس، فاحمد الاحمر جاهز ان شاء الله. اضافه قويه جدا في الحقيقه طبعا. طبعا 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 احمد الاحمر هو ميسي الهاند بول، يعني الناس كلها لما بتقول على احمد الاحمر هو يعني اللاعب الابرز في عده اجيال، مش في جيل واحد، واللاعب الابرز في عده اجيال. فوجود احمد الاحمر بخبراته بقدراته الفنيه والفرديه طبعا اضافه كبيره جدا للهاندبول في مصر يعني او للمنتخب. طيب خالد انت اكيد قريب من المنتخب ومن الجهاز الفني بشكل كبير، انا عايز اعرف الطموح عندنا واصل لحد فين، دي جزئيه. الجزئيه الثانيه عايز اسالك على الاجراءات الاحترازيه وانت داخل الاستاد قبل اي مباراه في كاس العالم لكره اليد. خليني اقول على الجزئيه الاولى. زي ما قلت كده ان انا قريب من اللعيبه، يعني باللعيبه تقريبا كلهم او بنتواصل دائما بشكل دائم، نعرف الصوت تاني الصوت يعني. يا خالد يمين او شمال؟ الصوت تاني. طيب كده كويس؟ كده كويس. اثبت بقى. كنت بقول لك انه اللعيبه اصدقاء اغلبنا اغلب التسليم بنتواصل مع بعض بشكل دائم كده، ولكن لازم اكد على فكره التواصل مع اللاعبين تقريبا شبه منحدر في البطوله بسبب الكلمه اللي انت قلتها، الطموح بتاع المصريين. اللعيبه منقطع اي عوامل سلبيه ممكن تاثر على تركيزهم على ارادتهم يكون بعيدا جدا في البطوله الحاليه. كان يحيى خالد قبل كده صرح في نقطه للبطوله وطموح المنتخب. الصوت تاني يا خالد، الصوت يمين برضه، تعالى يمين شويه. انا جيت حلو هنا كده. حلو قوي. طيب حلو قوي. بقول لك كان يحيى خالد نجم منتخب مصر والمحترف في فيلسبرم، كان صرح للموقع الرسمي للبطوله انه طموح المنتخب المصري معدي دور الثمانيه او الربع النهائي. كويس. ان احنا في اخر بطوله عالم طلعنا ثامن عالم. انا عايز اقول لك انه ثامن عالم ده بالنسبه للاعبين مش اوبشن، يعني هو ده بالنسبه لهم ده مش حل مسموح بيه. هو احنا بنفكر او اللاعبين بيفكروا لا ابعد من كده فيما بعد دور الثمانيه، بيفكروا احنا هنعمل ايه في دور النص النهائي، فاهم قصدي؟ ان شاء الله ربنا يوفقهم باذن الله. الجزئيه الثانيه بقى والاخيره، وانت داخل الاستاد قول لي الاجراءات بتبقى اخبارها ايه والامور ماشيه ازاي؟ الاجراءات في عربيه معقمه تعقيما كاملا بتيجي تنقل الصحفيين سواء الصحفيين اللي جايين يغطوا البطوله اللي موجودين جوه الفقاعه برضو معانا، او اللجنه المنظمه اللي موجوده جوه الفقاعه في عربيه او اللي احنا بنسميها البابل كونسبت، يعني في عربيه بابل زينا بتيجي تاخدنا من عند الاستاد تودينا لحد بتاخدنا من الفندق تودينا الاستاد. عند الاستاد في 3 بوابات بنتاكد ان الاكريديتيشن مظبوطه، بنتاكد انه الاي دي بتاعك ده لونه احمر اللي هو بيسمح لك بدخول الاستاد، لانه اللون الاحمر فقط هو اللي داخل الفقاعه. لو مشيت كل 2 سنتيمتر بتلاقي كحول، بتلاقي حد بيوزع عليك ماسكات، فرق التعقيم شغاله في الاستاد على مدار لا مش هقول لك على مدار الساعه، ده على مدار الدقيقه، يعني فرق التعقيم ووزاره الصحه قايمه بدور اكثر من رائع في النقطه دي، فرق التعقيم ما بتسيبش يعني كل الاجراءات الاحترازيه كمان وانت داخل الاستاد كلها متبعه وبشكل مشدد جدا علشان نضمن باذن الله ان الكل يبقى سليم، يعني بدايه من اول دخولك لحد ما تخرج من الاستاد كله اندر كنترول. كويس، ده امر جيد جدا يا خالد، انا بشكرك شكرا جزيلا. الاستاذ خالد عامر عضو اللجنه الاعلاميه لبطوله كاس العالم لكره اليد كان معانا على الهواء مباشره، واطمنا من خلاله في كل الامور اللي بتتعلق بمنتخبنا الوطني في البطوله بشكل عام، وكمان قبل مباراه اليوم امام منتخب مقدونيا. ان شاء الله نتمنى للمنتخب الوطني كل التوفيق ان هم يوصلوا لابعد مدى في هذه البطوله. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نكمل فقرات حلقة الترند النهاردة، استنونا. ده في الحقيقة بيحصل مع وليد سليمان، واللي بيبين مدى أهمية هذا اللاعب بالنسبة للنادي الأهلي، وهو لاعب ذو قيمة كبيرة جدا في صفوف الفريق. وليد سليمان لعب 22 دقيقة في الماتش الأخير، أحرز هدفين، شاط كورتين على المرمى، يعني بنسبة نجاح
100%. التسديدات اللي شاطها جت جول ما شاء الله يعني. حصل على خطأ واحد وعمل 2 مراوغات ناجحة. الأرقام دي يعني هم بيتكلموا عنها، ودي أمور كلها بتدل على مدى قيمة وليد سليمان، حتى لو هو لاعب مش بيشارك بصفة أساسية أو حتى إن هو مش بيبتدي أي مباراة، والراجل بيلتزم بتعليمات المدير الفني وبينفذها بالحرف، فبالتالي بتلاقي النتائج الجيدة دي من اللاعب نفسه. وفي الحقيقة هو مثال يحتذى به وليد سليمان في كل الأحوال. خلينا نروح لفلاش كورة وحسابهم على فيسبوك، وبيقولوا حمدي فتحي هو ملك خط الوسط في الدوري المصري. ده ليه؟ ده طبقا للإحصائيات اللي اتعملت للاعب على مدار المباريات السابقة في بطولة الدوري، وهو أكثر اللاعبين استخلاصا للكرة، وده أمر إيجابي جدا. في الحقيقة حمدي فتحي لاعب مهم جدا جدا جدا، وأحد أبرز اللاعبين اللي انضموا للنادي الأهلي على مدار الفترة اللي فاتت. لاعب مؤثر، اللاعب أو الصفقة لما تجيبها تعرف هي مؤثرة أو مدى أهميتها إزاي، لما تلاقي لاعب موجود على طول في الملعب لا غنى عنه. طبعا في لعيبة كتير جدا برضو مهمين وكل حاجة، لكن حمدي فتحي في نص ملعب النادي الأهلي سواء هو أو السولية أو أليو ديانج أو حتى أكرم توفيق اللي ما شاء الله عليه ماشي بخطة ثابتة جدا، لعيبة جيدة ولعيبة بتضيف بشكل كبير جدا. فحمدي فتحي لاعب ممتاز في الحياة، قدر هو إن هو يستخلص الكرة 68 مرة كأعلى لاعب خط وسط يستخلص الكرة في بطولة الدوري حتى الآن هذا الموسم. بعد كده يجي بعده سيرجي أكا 61 مرة، أحمد أبو الفتوح لاعب نادي الزمالك لاعب مميز بالمناسبة في الحقيقة 57 مرة، أيمن أشرف من اللاعبين المميزين جدا كمان، هو أليو ديانج أيمن 54 وأليو ديانج 53، ثلاثي من الأهلي في هذه، وده إن ده اللي يدل على مدى جودة لاعبي النادي الأهلي ومدى كمان تركيزهم مع انطلاقة هذا الموسم، وخصوصا أن هو يعني هم روحهم معنوية مرتفعة جدا بعد تحقيق الثلاثية الموسم الماضي. طيب خلينا نروح للوطن سبورت وحسابهم على تويتر، واللي بيقولوا مفاجآت في قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية. خلينا نقف عند النقطة دي شوية لأن هي نقطة غاية في الأهمية، وزي ما حضراتكم عارفين أن القائمة الأولى أو القائمة الأولية اتبعتت يوم 6 من الشهر الجاري 6 يناير، ودي كانت مكونة من 35 لاعب، لكن كمان زي ما حضراتكم عارفين أن يوم 22 من الشهر الحالي هيتم إرسال القائمة النهائية اللي هي هتكون من خلال القائمة الكبيرة اللي 35 لاعب، هيبقوا كام؟ هيبقوا 23 لاعب، هيتم إرسال اسم 23 لاعب دول يوم 22 يناير. فطبيعي جدا طبيعي جدا ان هيتم استبعاد بعض اللاعبين طبقا للرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني. البعض يقول لك ممكن يصطحب كل اللاعبين احتياطي عشان لو حد اتصاب، دي حاجه امر متروك للجهاز الفني والاداري في النادي الاهلي، لسه ما فيش تاكيدات بهذا الخصوص يعني، لكن في كل الاحوال مش هيبقى في مفاجات ولا حاجه. المدير الفني هيختار العناصر اللي هتفيده في كل مركز، وكل كام لاعب في كل مركز هو دي رؤيه خاصه بيه، هو ادرى بكل شيء، فبالتالي مفيش مفاجآت ولا حاجه ومفيش تكهنات بخصوص هذا الجزء. احنا هننتظر اليوم 22 ان شاء الله ويتم الاعلان بشكل رسمي على القائمه اللي هتشارك باذن الله تعالى في بطوله كاس العالم للانديه في مطلع المقبل. البعض بيضخم مثل هذه الامور. سؤال الحلقة النهاردة كان ايه توقعات حضراتكم لتشكيل النادي الاهلي في مباراة الغد امام فريق البنك الاهلي، فبالتالي ده كان تواصل حضراتكم معنا من خلال الصفحات المختلفة للقناة على السوشيال ميديا. نبتدي بميدو منصور واللي توقع تشكيل الاهلي كالاتي: الشناوي في حراسة المرمى، معلول، ايمن، سلطان بنون، واكرم في خط الدفاع، وفي نص الملعب حمدي فتحي وديانج، وقدامهم طاهر وقفشة وحسين، والمهاجم بواليا. اما عمرو حنفي قال شناوي، بدر، ايمن، هاني، سلية، ديانج، الشحات، قفشه، كهربا، محمد شريف. كمان خلينا نروح لاحمد سعيد واللي قال الشناوي في حراسه المرمى، هاني وبنون وايمن ومعلول في الدفاع، فتحي وديانج في نص الملعب، كهربا وقفشه والشحات وشريف مهاجمين، ومنصور صلاح قال الشناوي ومعلول وايمن وبدر واكرم وديانج وحمدي في النص، وطاهر وقفشه وشريف وبواليا في الامام. كمان من ضمن التوقعات احمد حماده قال اعتقد نفس التشكيل بتاع مباراه الانتاج، بس موسيماني هيعمل تغيير بسيط بدخول محمد هاني بدل بيكام ومحمد شريف مكان بواليا. بالمناسبه اكرم هو اللي كان ابتدى الماتش اللي فات كباك رايت مش بيكام. ومعاذ حمدي كمان اخيرا قال الشناوي، بدر، بنون، ايمن، اشرف، علولو، وهاني، حمدي، فتحي، ديانج، كهربا،
القاضيه قفشه ماشي الشحات وبوليف. كل الاحوال نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد. بالمناسبه القائمه لسه ما خرجتش لحد دلوقتي، فخلال دقائق هيعلن مستر بيتسو موسيماني على قائمه الفريق في مباراه بكره ان شاء الله. بالمناسبه كمان احنا بكره هنكون اجازه لان المباراه هتكون الساعه 5 على استاد الماكس في اسكندريه، وهو نفس موعد برنامج الترند. فباذن الله تعالى نتقابل بعد بكره في حلقه جديده من نفس البرنامج.